متواجدين الآن في أحد المراكز الصحية للحديث عن الإنفلونزا الموسمية ومدى انتشارها في ظل تغيرات الجو، وأيضاً للحديث عن المتحور الجديد XBB. الإنفلونزا هي سنوية، والحمد لله إنه العلم بيتطور بشكل سريع جداً، وصرنا كل سنة نقدر ندخل بعض الطرق الوقائية من الأنواع المتحورة الجديدة ونكتشفها بسرعة ونعالجها بطريقة سريعة ونكتشف طرق من الوقاية بها بشكل أسرع. فالحمد لله الدولة ما قصرت، والجهات الطبية المعنية ما شاء الله تبارك الله بتبذل الجهد الكبير في هذه الأشياء. فالآن وقتها الإنفلونزا الموسمية في هذا الوقت مع تغيرات الجو، مع الزحمة، مع الرجوع المدارس والزخم اللي صار خاصة بعد فترة الركود اللي كانت فترة كورونا وغيرها، بدأت في متحورات جديدة. لسه كورونا ما انتهى، بل صار في متحورات وفي تطورات وفي طفرات جينية في الفيروسات بتصير، ووصلنا لأوميكرون والأنواع الجديدة منه وكذا. لكن الحمد لله أنه كل ما يطلع فيروس قوي بيكون في استعدادات أقوى لمحاربة هذا الشيء. الإنفلونزا الموسمية موجودة من قبل ما نكون إحنا موجودين والأجيال السابقة واللي قبلهم، لكن بفضل من الله مع تطور العلم بنكتشف أشياء بتكون حديثة، وبنكتشفها مع تطور العلم سواء باكتشافات بأبحاث وعبناء أنا عليه، بنكتشفها مش عشان نعرفها وخلاص، لا نعرفها ونكتشف طرق ووسائل للوقاية منها. الإنفلونزا الموسمية من زمان كانوا بياخذوا تطعيم، خاصة الناس اللي وظائفهم أو مهامهم تحتم عليهم الاحتكاك مع كمية كبيرة من الناس، وفي الحج، في العمرة، في المطارات، في المستشفيات. مع تطور الزمن صار العالم كله قرية صغيرة، صار الواحد اللي هنا بيحتك مع ناس في مكان ثاني، السفر، المسافات قربت، الأمور هذه. فصار من الواجب عليك مش تأخذها، من الواجب عليك أنك ترفع مستوى الوعي ونسبة القوة الجهاز المناعي حقك بالطرق اللي موجودة اللي وصل لها العلم حديثا. التحور الجديد زي ما قلنا في الكلام انه العلم بيتطور، برضو الفيروس بيتطور. الفيروس عنده غريزة البقاء، انه يبغى يفضل، فلما يلاقي شيء بيهاجمه يبدأ يحاول يتغير بطريقة تساعده انه يفضل، انه يتجاوز هذا. يعني هي حرب بيننا وبين الفيروس، هو يتحور احنا نكتشف اللقاح، يرجع يتحور نكتشف اللقاح، وهذا من سنين الله. لكن اللي خلى الموضوع يظهر الان هو تطور العلم. المتحور الجديد XBB وسارس وأوميكرون وغيرها، واللي حيجي بكره واللي حيجي بعد سنه واللي حيجي بعد سنتين، هذه ما تقلقنا، لاننا الحمد لله الواحد بيجتهد ويكتشف الامور. لكن هي متحورات كاجراء طبيعي وتصرف طبيعي من الفيروس، بيتغير في السلسلة البروتينية المكونة لهذا الفيروس، عبارة عن طفرات بروتينية تغير من شكل وقوة وشراسة هذا الفيروس لحين اكتشاف الأنتي بودي أو المضاد لهذا الفيروس، ونبدأ نتعايش معه ونتأقلم معه ونبدأ نسيطر عليه. يجي بعدين حيتحور تاني مرة ويجينا بشكل جديد، حنسيطر عليه إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. متحور XBB وإنفلونزا موسمية، حتى وإن كان الجو في معظم المملكة غالباً معتدل خلال هذه الفترة، إلى أن فيروسات الموسم تنتشر، فالسعال والزكام والتهاب الحلق في ذروتها حالياً. الحمد لله إننا في هذا البلد نساعد الإنسانية ونساعد العالم أن يكون مكان أفضل للعيش. أنهي لقاءنا بما بدأنا في حياتنا، دائما الوقاية خير من العلاج، تعلمناها في الصغر والآن بنعيشها وحنعلمها لعيالنا. فلا تستخفوا بشيء، أي حاجة بتطلع نشوف إيش الموضوع اللي ساير وناخذ الإجراءات الوقائية، نستمع ونتبع إرشادات السلامة والأمان، وناخذ الفيروسات التطعيمات عشان لا يكون زي لما كنا أول في بداية كورونا ما نأخذ التطعيم والتطعيم مضر. إذا ما نفع لن يضر.